تتحركش لغايه مركز. ايوه دينا، في ايه؟ طب تعالى يا دينا. ايوه دلوقتي مش بكره. خايفه؟ تعالى يلا مستنيكي. ايوه شعبان تعالى لي دلوقتي. معرفش. خليك يا حفتة حنا. ايوه ايه في ايه اللي حصل؟ اقول لك بس احطها على السرير الاول. انت متكتفه كده ليه؟ ما انصحكوش تفكوها، هاتوا لها دكتور الاول. طب فهمني بس، فهمني ايه اللي حصل؟ الو. ايوه دكتور، انا اسفه بكلمك متاخر بس من فضلك الحقنا بسرعه، بنتي تعبانه قوي. اوكي. في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ في ايه؟ روح. طب يا ابو حنف مالكش عايزني في ايه؟ وليه المال وملان سيو؟ ولا ماله ومال باهر؟ ايه علاقته بيهم؟ انا مش فاهم. بالراحة. ولا انا فاهمة حاجة، بس فجأة تحول لطرف مش معمول حسابه. أحلى مسا عليك يا إبراهيم باشا. أهلا شعبان. هو حصل حاجة؟ دينا هتشرح لك كل حاجة. حاول. مين من هنا؟ لا كفاية هنا اهو. أيوة. كتر خير. أنا مش عارفة أتشكر لك إزاي. كل اللي حصل لك ده بسبب. كانش ينفع سيبك. لا كان ينفع، بس انت راجل قوي ومحترم قوي وما كبرتش دماغك يعني وقلت انا مالي، ودفعت كتير لحماد. لو انت كنت لازم تدفع له كل المبالغ دي. هو عمل لي خاطر وبوظ شغلانه، كان لازم يقبض الثمن الوصول كده. هو انا استاهل ده كله؟ انت حد كويس قوي، حاول يساعدني كتير بس كده. مش فاهم قصدك. يعني هو انت عرفت منين ان انا اتخطفت؟ نبيله طنطاوي كلمتني وحكت لي اللي عملته. ماشي مدام نبيله دي قصة الفساد ورا المصايب كلها. بس هي نجدتني المره دي ليه؟ مصالح. وانت تعرف الناس دي منين؟ حماده وشعبان، وعارف نيتهم كده كانك واحد منهم. مالك انت ومال العالم دي؟ المهم الحمد لله على سلامتك. ديك وصلت بيتك اهو، تعالى اوصلك. ملوش لزوم بقى يعني. انا ممكن استر ليه؟ يا لهوي يا لهوي يا ناس يا لهوي في ايه يا ناس الحقوني.
خالتي خالتي ايه؟ والنبي يا خالتي عايزه اروح، ابويا قاعد في البيت لوحده. يعني دي بحياته له؟ ما هو قاعد في شقته وبابه مقفول عليه، انما بنتي ما اعرف لها السكه. خلاص بقى كاميليا، نرجع له بكره ان شاء الله. احنا اسفين يا مدام نريمان، انت عارفه حضرتك عن الظروف هي اللي خلتنا نعمل كده. حصل خير، وهيجي منين الخير؟ يلا يا كاميليا. اوعى يلا. اوعى. طب يلا. السلام عليكم يا مدام. يلا. بيت. يلا. بيت. يلا. بنت. ايوه ايوه جاي جاي جاي. ليلى ايه انت مش كنت مثبته؟ هقول لك كل حاجه بعدين، بس دخلوه على السرير. طب تعالوا يا رجاله، تعالوا 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 يا رجاله، تعالوا. متشكرين قوي يا رجاله. بقول لك ايه، انت ليه ما خدتوش على بيتكم؟ اعمل ايه، امي قافله بالمفتاح على اخواتي وراجل سرق مني في الشارع. عايزينه يا عم جد. لا لا لا، طب تعالي، انا مش مقصودش مقصودش. تعالي تعالي، اتفضلوا 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 يا رجاله. بالراحه 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 يا رجاله بالراحه. حاسب راسه حاسب راسه. بالراحه 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 بالراحه. حاسب. يلا يلا يلا. تعالي كده تعالي. متشكرين يا رجاله، ما يمكنكم ما يمكنكمش حاجه وحشه. متشكرين متشكرين متشكرين. طب انا هروح اجيب دكتور اسم. اه معايا. لا طيب بصي بصي اقعدي انت جنبه، انا هروح اجيب الدكتور. خليك خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه خليك جنبه. مستر ليلى يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مستر ليلى انا شايف ان ده احسن وقت ان احنا ننقلها فيه للمستشفى وهي تحت تاثير المهدئ. لا تشوفها دكتور. كنت مستخبي بك فين يا بنت؟ الامر لله. لا اله الا الله. طب ما على يدك يا باشا، كل خاين نصبها يخرج من هذا الشعر من العجين. اعمل له ايه بس، كان زي القطه بسبعه ارواح ابن الحرام. بلاش الكلام الخايب ده لو سمحت، انا عايز نتيجه وبسرعه ومن غير ما الاقيه فوق راسي. فكل مره حاولنا كان حد من رجال الشعبان هو اللي بينفس، المره دي لازم انت اللي تنفس بنفسك. لا ده بيني وبينه عشرة، ما ينفعش ابقى خبط لازق كده قدامه. تبقى خايف منه؟ انا ما بخافش من حد. عندي ليك حل يخليك ما تقفش قدامي، بس لازم انت اللي تنفس. انا عايز نتيجه، عايز ما اسمعش اسم ليلى تاني. انت ما تزعلش نفسك، وشبكه العشرة هجيب لك اجره. ما تزعلش نفسك انت بس. جوز اختك. مش بقى هفهم. يا الدنيا الوحشة والراجل اللي زي الفل ده، يطلع عيان العيال اللي بهدل ده، مراته تبقى مجنونة، بنته تضيع منه، الدنيا كلها بتجري وراه. ده ايه البخت ده؟ ده ايه البخت ده؟ ليلى انت يا ليلى انت بتعيطي؟ لا دي سوء صعبان عليا. دي مش صعبانه، انا شايفه قلبه طالع له تباتيه. بحلم يا اختي ولا الحلم كمان حرام؟ اوعي اوعي لك فوق اجيب لك حاجه. الف سلامه يا ليلى، الف سلامه. بقول لك يا ليلى، امي طمنه امك زمان هنضمنها مستر عشره. لا كلمي انت في الموبايل، انا مش عايزه اسيبه. يا بنتي يلا بطلي هبل. لا اوعي يا نبيل. انا معايا بس. يلا انا حاطه بنصحي. انا معايا اختي. يلا يا نبيل. ايوه يا هبل.
ليلى. انا عارف يوم يا عم جيلك. اكيد اللي راكب. ماشي يا عم جيلك. اطلع قدام شويه. تتجوزي سيبك من اللي طاير في السماء، خليكي في ديكورة البط اللي ماشي على الارض. لو انت شايفاه واقف على الباب وبيخبط وعايز يتجوزني. بس عارفه دماغك، كل واحده عاشت مع روحها افتكرت نفسها ست الحسن والجمال اللي هيجي الامير يخطف على حصان. سيبك من الحواديت دي يا بت. روايتك دي وراها حاجه ياما. خايفه عليك يا بت من ساعه ما سمعت اسم الراجل ده والمصايب نازله ترق على دماغك. كاميليا مش على لولا يا حبيبتي، هاتي من الاخر. ماله خير، راجل زي الفل وكاسب ويعرف يفتح بيت، وبرشنجي وحرامي ونصب وسرقني. عملت ايه يا سبعي؟ ركنت العربيه في مكان امين وغطيتها وجبت الموبايل معايا، طول الطريق ما بطلش رن. اي اخته وهي بتتصل حتى. الو. ايوه مين معايا؟ أنا ليلى. أيوة يا ليلى. طب هو فين؟ اديني العنوان. مش دي حارة شعبان؟ أيوة أنا عارفة، أنا جاية لك مسافة السكة. ابني وابنها كانوا بيلعبوا في الجنينة قدام الفيلا، جم الحرامية وخطفوا ابن أم فتحي وفاكرينه ابني. اتصلوا بيكم ولا لسه؟ اتصلوا وطالبين فدية 1,000,000 جنيه. المشكلة انهم مش مصدقين الولد ابن ام فتحي. كويس اللي هم مش مصدقين. يا لهوي يا باشا، وانا اجيب 1,000,000 جنيه منين ولا حلت حاجة؟ احمدي ربنا ان هم فاكرين الولد ابن حسام بيه. لو عرفوا ان الولد ده ابنك، الولد ده ممكن ما يرجعش، يخلصوا منك. يا لهوي، هو ولا حلت يا باشا، انا ما عنديش غيره. ما تخافيش يا ام فتحي، اهدي. هم حددوا ميعاد لدفع الفدية؟ هم كلموني وقالوا لي قدامك 24 ساعة تجهز فيهم الفلوس وهنكلمك تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي. تعال لي يا ابني. صباح الخير يا مدام نريمان. صباح النور. انا نبيله طنطا. ومين ما يعرفكيش؟ ده انت اشهر من نار على العالم. كان في ميعاد ما بيني وما بين الاستاذ ليل اخوكي. ليل مش موجود. خير؟ اي خدمه؟ قولي له ان انا نفذت اللي اتفقنا عليه، فاضل هو بقى ينفذ الجزء اللي يخصه. اللي هو ايه بالظبط؟ هو عارف. قولي له ان انا زعلانه اني ما لقيتوش. للاسف ليل تعب وهو جاي في السكه، اضطر يروح عند جامع اصحاب. ايه جاله نوبه سرعه؟ ياه انت عارف حاجات كتير. مش عنه هو بس، عنك انت كمان. واقفه ليه؟ اقعدي.
بابا انت بتنام عينك مفتوحه؟ انا وقعت. اسم الله عليك. الف سلام عليك يا ليل يا مستر ليل. ايه اللي مصحيك؟ نام شويه كمان لحد ما تقوم براحتك، مستعجل ليه؟ هو انا بلدي يعني الساعه دلوقتي بقت 4 العصر. لو افهم بس انت عايزه ايه؟ عايزك تلبس صح عشان شكلك ما يبقاش عجوز. انا عمري ما كنت عجوز. لا لبسك وشكلك اللي يقول ده. معاكي حق. بقولك ايه، ما تيجي نروح المالديفز؟ لا لا مش هينفع خالص. طب تعال نعمل جيس بارتي كبيره. انت مش لسه تعبانه؟ استني لما تخفي. كنتش اعرف انك دمك تقيل كده على فكره. يلا بقى البس عشان بجد انا عايزه اخرج. حاضر. عايزه نروح فين؟ مش مهم، اي حته، المهم ان انا عايزه اتبسط. يلا. نورت يا استاذ. الشاي جه، اشرب الشاي بقى. الحاجة السخنة دي تفرفشك، تنعنشك، تخليك فريش بقى. ما تكسبش عمي جد بقى، مش كفاية ان انت مرضتش تاكل؟ الف شكر. يعني فين؟ يعني فين؟ هو ده وقت زيارات؟ كنت عند حسيبة يابا عشان موضوع مفاتحي. اذا كان شعبان ولا حسيبة محدش فيهم هيتحرك من غير فلوس. وبنعمل اللي علينا يا ليلى، الست مقهورة، ده ابنها الوحيد يا اخوانا. ربنا يرجعه لها بالسلامة يا رب. اللهم امين. اصل احنا عندنا واحدة جارتنا كده سلام قولا من رب الرحيم ابنها اتخطف. طب احكي لي ايه اللي حصل. الله 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 ونعمة الله. اهدى اهدى، ده كله ده اهدى. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يخيبك يا حسيب؟ صدقنا غلطانة اللي جات لك يا كاميليا. ايه يا بنت؟ انت هتروحي تقابلي كده؟ لغيني يا بنت. طب اعمل ايه يعني؟ انا هظبطك واروقك، بس انا عايزه منك خدمه. اللي انت عاوزاه، انا معايا فلوس، بس اظبطيني. انا عندي باروكه كان جايبها لي المقصوف على شباب، والمكياج موجود والرموش موجوده، بس مش عارفه الاقي لي الجزمه على مقاسك ازاي. نشتري، انا معايا فلوس اهو. عايزه ايه تاني؟ مش فلوس يا بنت، الموضوع موضوع تاني خالص. ايه يا كمال؟ انت لسه في سنه اولى. تعالي نقعد، تعالي. بصي بقى يا ستي، مبسوطه يا ست حسيبه؟ قوي يا ميشا، من زمان وانا كان نفسي اقعد القعده الحلوه دي. وانت ليه عامله في نفسك كده؟ لما شعبان دخل السجن الكل حط علي، صحابه قبل اللي كان بيسلوهم على طرف، فحلقت شعري وعملت راجل عشان اعرف اعيش. انتي خدت كلامي غلط، انا اقصد انك من غير الباروك احلى بكتير. انت مجنون ياض. مجنون بيكي. يعني مش كده احسن من الاول؟ لا طبعا، الاول احلى واجمل بكتير. لا بلاش، اتكسف. اول مره اتكسف من قرايتي. خلاص اللي يريحك يا عمري. اقول لك ايه يا ميشا؟ ايه؟ ما تبقى تجيب هدومك دي تغسلها لك بدل ما هي مقرحه عليك كده. وانت هتغسليها بايدك؟ لا في الغساله يا روح امك. اشرب الشاي بقى. معايا هتحسي ان الدنيا كلها سهله وجميله. بس انا ناويه اتعبك، خلي بالك. تاني
انت تعبتيني قوي قبل كده. انا اللي تعبتك برضو. خلاص انسي بيج 1 ويلا نبتدي من جديد. اتفقنا. انا عايزه لبس وحاجات كتير. انت داخله على طمع بقى جدا. انا ناويه ادفعك تمن كل لحظه زعلتني فيها، بس لو مش عاجبك عادي يعني، انا ممكن اسيبك دلوقتي حالا. مش خايفه ان ده يخليني ابعد عنك؟ انا عارفه انت ممكن تعمل ايه كويس قوي عشان، وانا هستغل ده اسوء استغلال. هو ده اللي شدني بيكي، احساس الحياه والباور اللي جواكي. ايوه انا عايز انسى كل اللي فات. اي حاجه هتضر ليل او نريمان انا معاك فيها. تمام يا فخم، انت كده قصرت علينا السكه. مش قلت لك ان رامي هيعجبك؟ لا تمام. طب شوف يا استاذ رامي، اللي هنقول لك عليه تعمله من غير ولا كلمه زياده. امين. امين يا معلم، بس طالما يهمكم ضرر الليل قوي كده فمفيش مانع ان الواحد يطلع بمصلحه حلوه من ورا الموضوع ده. الله يحن عليك. لا يا رامي، احنا ما بنحبش الطماعين خالص. استنى بس يا دودة حبيبتي، بس لما ناخد وندي في الكلام. دودة ايه يا شعبان؟ كلميني قدام الغربة كده وبعدين. ها ايوه يا فخم، اتكلم كلام معقول. بص يا استاذة دينا، اتفضل. اولا انا مش طماع، بس تقدري تعتبريه بدل تضيع وقت، اصل الوقت عندي مهم قوي قوي. لا فخم. طب انت يعني ما تضيعش وقت وقول لي انت عايز كام. هو ده الكلام؟ بص يا معلم، بس الحكايه اللي بتقوليها دي صعبه. هي ايه اللي صعب؟ يعني انا مثلا لو قلت لك عايز اروح المريخ تقول لي صعبه، لكن دي حاجه بسيطه. بعدين يا هيما، وانت في حاجه صعبه عليك؟ تعرفي؟ لا. الحكايه هيبقى شكلها لطيف. انا موافق، بس ده مش معناه انك هتقعدي هناك. ما اقدرش اسيبك ابدا يا مين. الا بقى لو انت سبتني. يلا بقى نطلع لك. يلا يا حياتي. جوه وبره فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك. هو انت يا ست انت مفيش شغلانه تانيه غيري انا؟ ما تشوفي لك اي شغلانه تانيه. من بكره هاخد مضرب التنس واروح النادي عشان اتهولي شويه. بالمره كمان اعمل لك اشتراك في الجيم عشان تنزلي الدهون اللي انت فيها دي. جيم؟ جيم ده للمفشولين، انما غصن البان اللي قدامك ده يروح يعمل ايه؟ بس العينين اللي تقدر. تمام، هخش انام عشان اقدر. الباب بيخبط. حاضر حاضر. لما انا عندي. طب روح انت سباقيني وانا هامن على الراجل واجي وراك على طول. ماشي يلا. يا هيما، والله البيت كان وحشني مع اني ما كنتش طايقاه في الاول. طب وانا اروح فين ان شاء الله؟ ايه؟ اتصرف يا طارق، انت دلوقتي عندك فلوس كتير وده بيتي وعقده باسمي. تمام تمام يا ابراهيم، ليه الصبح ان شاء الله هتكون فاضي. لا هيما بليز، انا قلت دلوقتي يعني دلوقتي. ما اقدرش اقول لها لا. اعمل ايه؟ مش فيها روح. وانا مش همشي غير الصبح. لا ما فيهاش صبح، مش مشكلتي. عينيا امرها سهل. انت اللي جبته لنفسك. ايوه يا شعبان، عايزك في شغلانه صغيره في شيء الطارق. اعتقدش الحكايه تستاهل راجلين. كفايه انت. سلام. شعبولة حبيبك جاي لك. Thank you.
جوه في الاوضه بس مش عايزه لبش. فيلي 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 ايه يا اختي؟ ده اللبش انت اللي اخترعتيه. المعلم شعبان لو عرف هيسود عيشته كمالي، خصوصا الشغلانه معموله محب. ما تخافيش، هما كلمتين هحط عليها في راسي. اهدي بقى. طب يلا انجزي. ازيك يا مزتي؟